يعني عاش قتلناه، فين احنا قتلناهم كلهم. طب هو كان اسمه ايه اللي اول قتلك؟ طلاق. انا معايا كل ده على فرابس عامه، بس هو احنا قتلناهم كده كده. ف فيليب مين؟ مفيش حد اسمه فيليب. فيليب بالاف انا كده قفل. كده ما بشتغلش. عادل عادل، انا اقعد قدام يا سنه. لوك يا عادل، استنى كده، استنى. اختار الاي كي. طيب انا اقدر طيب اطلع يا مسدس ابني شويه بقى. ايه ده، انت عملت ده؟ ما ده انا، معلش. ما انا عارف عارف. عاملين توك فون، انا بس عامل توك فون عند اخويا. لاج توك ما اتكلش. فو عايزين بتاع دلوقتي، عايزين اوضه دلوقتي. لا شوف اي اوضه، مش اي حاجه، دقيقه بس عشان حاجه مهمه. هو بس يا عم اقول لك انا وهم. لا بس برضه على الاقل يعرف يلعب، فاهم؟ لا طبعا. اللي هما جايين يقتلونا يبقى ار كي، صح؟ المهم انا معايا فرابس دلوقتي، خد بالك. يخش لنا عامة لاج ولا عادل اللاج، الله أعلم. أول لما يخش لنا هخليك سبكتيتنج، أول لما يخش لنا عمر تعمل له تلبورت أنت كأدمن بقى. فاك يو، وأنا معايا فرابس، معايا فرابس من اول ما قتلناه عمر. فلو هو رجع قتلنا، واخد بالك، يبقى كده ريفنج كيل، صح؟ بس طب عادل خلاص العربية عادل، هنكلمك. عشان كده اي حد يطب علينا هنلاقينا. ايوه. ألف يا عم جدك، ايش كده تمام كده كده المهم. كلنا قافلين موبايلاتنا، فما عادش عارف يعمل لنا ديتكت ماتريال تريس. هو عادل، هو ممكن كده يقربوا للام بي 1، صح؟ ايه ممكن يا ابني يجوا ام بي 1؟ لو جم ام بي 1 عادل اقول لك صلاح يا عمر، العربية، صلاح العربية. اقول لك يا عمر اطلع من الادمن دوت يا عمر، وتعالى يا عمر اي سي يا عمر، واركب معانا. لا سيبه، احنا عايزين نديهم دي ام ورن. لا نعلم، ايوه، لا ما هو، لا ما خليه هو يا بص، عادل، ما هو بص، ما انا خليه. فاهمك، ما انا فاهمك. لما واحد يضرب عليك من غير ريزون يبقى اكيد هزعق لادمن، واخد بالك؟ ايوه ما انا عارف، ما هو ما كانش عنده اي سي ريزون. عشان كده لسه كويس ان انا ما رحتش معاه لما قال لي تعالى نقتل جيكوب وبتاع. انا قتلت اتنين، انا دمشت جيكوب وقتلت دالس واسمه ده قتلت جيكوب مع فيلكس. واسمه ده، وكنت بجري والله يا عمر. لو انك انت لو كنت كنت اسرع منك كنت بجري وراك والله. بعد كده دخلت زبون ريزو، ما لقيتش حد زبون زوم، ما لقيتش حد خالص. سامع ضرب نار ومش لاقي حد. بس
مش كده علمنا عليهم بس. User joined your channel. الو ايوه بس انت يا خرا اعمل ايه؟ تعالى بص يا اسطى اتخانقنا مع الجانج ككوني ولسه عم قاتلين جيكوب ودالس. مين ده؟ لسه ايه؟ مين انت ككيت مين؟ انا ككيت عادل. طب ما عمر استنى بس عشان انا ممكن يا خرا اعمل ايه؟ User in your channel was kicked from the server. طب وليه ككيتوا ليه؟ انا بص جيكوب قال لي تعالى نقتل واحد اسمها رين كده عشان هي في عايز اخش مكانها الاس اي. تمام حلو ركبت معاه وكل حاجه يا خرا عامل زيز از روبري اداني اي كي وعملت اتش من هناك على الموتوسيكل زيز از روبري يو هاف 60 سكندز مش عارف ايه مدريد يجي خد بالك عشان عادل كل شويه بيعمل اسكيب وهم بيجروا ورانا حاليا فما تبندوش تاني ما تبندوش تاني احنا بيجروا ورانا عامه لسه قاتلينهم اسال عمر المهم بس فما ضربش نار لما جيكوب ضرب لقيته بيضرب نار عليهم بيدمج وبتروح ضارب فقتلناه فلقيته بيقول لي وات از يور تي دبليو فقمت رايح له 100 كي تمام قال لي اي ونت يو تو ريفاند قلت له نو قام راح عامل لي ايجكت من الموتوسيكل وقام راح كاكين الجنك جيكوب خلاص بس 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 ايه ده بقى بس انا اخش كده اتصرف انا اقول له جيكو وي كيك ذا باسل فروم ذا جانج يس وده خد بالك لسه ضاربينهم خد بالك بالنار بعد شويه قلت لك خد بالك بس انا اوريك بعد شويه قلت لك دالس بيقول ماشي ماشي كمل عادي بس عشان عايز عمر في موضوع هو طب لو لقيت دالس جالك كاتينو بيقول لي لقيت دالس جالك كازينو بيقول لي اي ونت يو اند يور فاميلي باك تو ذا جانج وانا ككيت جيكوب تعال نقتل جيكوب فانا ما صدقتوش قلت له سوري ام بيزي اسمه ايه ده في الريل لايف تمام؟ تمام؟ قام راح قال لي اسمه ايه ده انا راح خارج من ال اسمه ده من الكازينو بعد شويه عادل بيعمل مترولينج هو اياد طلع عليه جيكوب و طلع عليه جيكوب ودالس واخد بالك وطالعين بيضربوا علينا نار طالعين بيضربوا علينا نار فعدل جري على الاول سنس وانا جيت الاول سنس انا وعمر تمام موتناهم عمر بس اللي مات في الطريق بس احنا موتناهم تمام بس وانت لسه داخل دلوقتي بس قشطه انا هظبط لك الدنيا دلوقتي بس اصبر انا عايز اعرف عمر دلوقتي ازاي الريكروتمنت تبقى الستاتوس بتاعتها اوبن ويجي يقول لك يا دينايد بيكوز اوف ممبرز ار فول ده عبيط يعني ولا ايه يعني يا عمر حلوه قوي ازاي الريكروتمنت ستاتوس بتاعتها اوبن لا مش قصتي بقى انا ما اعملش ابلكيشن ويجي واحد على الجهاز يسرقه مني واجي انا اكتب واحد تاني مجبر ان انا اكتب واحد تاني قال لك لو يعني انت هعيدنا لو انت نفس الايدنتي بس يعني انا دلوقتي هنقول نفس الابلكيشن والله يا عمر شوف الابلكيشن بتاعي اللي انا اتعمل عليه ديناي بامانه قعدت امبارح اكتب فيه كلمه كلمه شوف الابلكيشن بتاعي كلمة. انا كاتب اكتر منك على فكره اكتب كاتب اكتر منك انت تلاقيك ده انت كاتب له اغاني في الموضوع اساسا ماشي بس في واحد اسمه رايز فاليو عامه انت شوف ماير ده لا ده ملناش دعوه بيعمل ابيوز بايه؟ يا اسطى كليفز فاكشن مودريتور كليفز فاكشن مودريتور جي جي باند 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 بندي حلو عمر فضل مراقبه مالها عامل لهم بان مستني لهم خلطه تدور على مين ده ايه مين ده مين ده تقدر بتموت منين إيه عادي يا اسطى هوبا بتموت منين إيه؟ هوبا يلا فينك يا اسطى عادل هما فين انت بتدمج انا وباسل واياد كنا موجودين هنا ثواني يا جدعان انا اتككيت من الجنج ثواني كده شفت ككونة يا عم ككونة كلنا
مين تاني؟ انا طيب هفضل هنا كتير ولا ايه؟ اجري يا اجري. هو مين اللي اتعمل له بان حد يفهمني ايه اللي حصل بس في الحته اللي فاتت دي؟ جيكوب ودالاس خلاص كده هيطيروا يا اسطى. قشطه، ضربوكوا احنا واقفين كده صح من غير اي حاجه. وبيعملوا ابيوز للام دي سي، ففي ال اس بي دي اوفيسر هيتكك كمان، وكانوا بيعملوا فيكل رام، وكانوا بيخلوني في الارض ويحطوا البتاع عليا على فكره، فدي رول انت بريكنج معاك كمان ممكن سكرين يعملوا بان. بس عش خلاص يب، ايزي هو ده فشخ. عمر يا جدعان. بس ايوه كده ايزي بقى يا فشخ. عمر.